نحن ناطرين اتصالاتكم او مداخلاتكم على الان تي في لايف بيج على الفيسبوك. موضوعنا اليوم حول الجزر، ولكن قبل بدي اقول لهم الحمد لله على السلامه لرندا. ثانك يو، الله يسلمك تينا. سفره كانت موفقه؟ كانت كثير موفقه مع الكوربوفينو والسبا والكلينيك. كنا عم نعطي محاضرات بالجامعات، فكنا عم نبرم بابو ظبي وكنت عم بعطي محاضرات غذائيه. كثير حلو انه اكيد انا كثير بحب التجاوب، كان كثير حلو. والاشخاص اللي كنت عم تعامل معهم كمان كانوا كيف لبنانيه هونيك؟ بيعملنا جروب محاضرات اعطيناها للبنانيه بشكل خصوصي، والا بالجامعات لا طبعا. كان وعرفوا انه بتقدمي فقره بالتلفزيون؟ طبعا انا بفتخر بهالشيء، فهذا من اول الاشياء اللي انا بقولها اكيد هونيك وقتها. اكيد في عنا كثير مشاهدين طبعاً بالخليج بيحضرونا طبعا وبينبسطوا فينا. فكان كثير حلو، وهيك اجواء كانت كثير حلوه، وانا كمثل العاده بحب اعطي، وكان هيك كان فل يعني بالعطاء. هلا جاي مبسوطه، بس جاي تعبانه طبيعي يعني واصله جديد يعني، بس يلا بنرجع هلا مع مشاهدينا. واليوم عندي اثنين وثلاثه وأربعة رح كون معكم. حلو، الله راد. لكن حكينا شوي عن الجزر الاسبوع الماضي. حكينا انه باول نظر، بس باول نظر بس هو صحي للعيون 100% بالاجمال 100%. بس قبل تينا شو رايك نحكي خبريه جديده؟ في خبريه اليوم؟ طبعا بخبريتنا اجين، خبريه بتقولنا انه المراه الحامل ما لازم تخبص باكلها. فدائما عم يطلع ريسيرش انه بالنتيجه هل نحن بنورت انه نكون عم ناكل اكل نحب ناكل اكل مش صحي؟ هل نحن بنورت انه نحن نكون ناصحين جيناتكس وبس؟ ودائما عم نقول انه القصه مالنا بس وراثه، يعني اللي ورثناه نحن كمان عايشين بانفايرمنت ببيئه عم تعلمنا ناكل غلط، عم تعلمنا ناكل زياده. فهون حتى المراه الحامل تبين انه اذا هي دائما تاكل اللي بنسميه جانك فود، وقت نقول جانك فود هو مأكولات تحتوي على الدهنيات المشبعة المنا منيحة وبتحتوي على السكاكر، فهذا وقتها نعني فيه جانك فود، بده يكون فيه يا الاثنين سوا، يا هيدي أو هاي. تبين انه هيدي المرأة وقتها تكون حامل او هي مرضعة كانت عم تتناولهم، في عندنا النمو الاوبيويد اسمهم، اللي هن سيجنالز بيبعثوا للدماغ انه انتم هلا رح تكتفوا بكمية صغيرة، او رح تكتفوا بكمية صغيرة من السكر او من الدهنيات، بتتخلخل ما بتعود مضبوطة. هلا شو بيصير؟ بيصير انه وقتها يخلق الولد ويكبر ما بيقعد يكتفي بكمية صغيرة من السكر. يعني بيأثر على سلوك الغذاء يعني عكبر؟ مزبوط، فعكبر بيصير يحب أكثر إنه يأكل إشياء هي جانك. وهون بيصير السؤال هو هل بيصير كايند أوف أدكشن؟ والجواب إيه، هيدا نوع من الأدكشن. وبهيدي الأبحاث كانوا جايبين الفئران، طبعاً عم ينعمل أبحاث عليهم، كانوا في جروبين، فهيدا الجروب اللي كانت الفارة الحامل كانوا عم يعطوها كثير أكل جانك اللي كنا عم نحكي عنه، والجروب الثاني كانت عم تاكل عادي. فهول اللي وقتها ولدوا الاولاد خلقوا وانفطموا وبلشوا ياكلوا اكل، عطوهم دواء حتى ما يخليهم يحبوا اكل الجنك. فهول اللي امهم اكلت كثير هالدواء ما اثر فيهم، يعني برضه بعد ما عطوهم اياه ضل عندهم ثريشولد ان هن يحبوا ياكلوا هالمأكولات. فهيدي شيء عن جد خطير، عن جد نحن مسؤوليتنا انه وقت نجيب اولادنا، كيف مسؤوليتنا انه نربيهم، مسؤوليتي كمان انه يعني هيدي كمان بتاكد على خبريه انه الام كل ما بتنوع باكلها كل ما الولد بيطلع احيان بالاكل، بعدين بصير يحب انه هو ياكل. فاذا هي القصه هي شو يعني قديش تاثير الام، يعني ما بعرف اذا للاسف اما لا، بس بالعكس هذا نحن وير براود كأمين اكيد، لانه كمان نحن وير ان كنترول اوف ات، يعني exactly. شغله حلوه. مزبوط مزبوط، كثير حلوه. فهيدي خبرت اليوم. رح ناخذ اتصال. بونجور رامي. بونجور، تفضل، شو سؤالك؟ في بس بدي اسال كرمال البراون شوجر والوايت شوجر شو الفرق بيناتهم؟ نعم. وبدي اسال عن الملك، اذا كان اذا اخذناه بارد بيختلف كليا عن ما بيكون سخن؟ شو هو؟ شو تاني سؤال؟ الملك، الحليب. الحليب اوكي، بيختلف من اي ناحيه؟ يعني اذا الفيتامينز بتتاخذ هي ذاتها، اذا كان اوكي اذا ما خسرت فوائد الحليب. اذا كان شو في شيء نوعيات اكل ممكن تعلي الميتابوليزم؟ نعم اوكي، واو ميرسي. رح نبلش بالسكر. ثلاث اسئله كثير كبار. اول شيء السكر، الاسمر والابيض، دائما الابيض والاسمر الكل بيسالني عليه لانه بهمه قضيه الوحدات الحراريه. انا اللي بدي اقولها انه لا، الوحدات الحراريه هي ذاتها بالسكر الاسمر والابيض، هو السكر الابيض مكرر اكثر، للاشخاص اللي ما بيحبوا الاشياء البروسيس والمكرره هن اللي بيبتعدوا عنه. غذائيا
كحليوي تقريبا نفس الشيء حسب هون الطعم اللي انت بتتعود عليها. السكر الاسمر في اوقات بنحط له نوع من الدبس ففي يكون عم يعطي هالحليوه اللي هي جايه من الدبس تبقى جارحه اكثر، نكهه بتختلف يعني. نكهه شوي بتختلف كمان. هلا غذائيا كمواد غذائيه فيتامينز مينرالز اتسترا قديش بيعلي السكر؟ لا هي ذاتها بين السكر الاسمر والسكر الابيض. الحليب بيخسر فوائده وقت نسخنه على الأكيد؟ لا، وإلا كنا طلبنا أنه ما حدا نسخن الحليب يعني. السؤال ده كتير حلو. نحن من الحليب الأشياء اللي نحن بنستفيد منها أكيد الكالسيوم نحكي كتير عنه والبوتاسيوم، هول ما بنخسرهم وقت التسخين. اللي بنستفيد منها هني خصوصا الحليب الفورتيفايد بالفيتامينز A and D، هول منه ووتر سوليبل فيتامينز فأكيد ما بنخسرهم نحن وعم نغلي. وشو المأكولات اللي بيعلي الميتابوليزم؟ هلا اللي بيعلي الميتابوليزم هذا موضوع كتير طويل، ولكن رح أعطي تو تيبس لرامي. أول شيء بيعلي الميتابوليزم إذا نحن قسمنا أكلنا لست وقعات بالنهار. سو إذا أنا كمية الأكل اللي عم بكلها بدل ما أكلها على وقعة وحدة تقسمت على ست وقعات، أكيد نحن كل ما نعطي جسمنا أكل كل ما هو بده يحرق، نعطي أكل بده يحرق. بس انتبه على الكمية أكيد. إذا قلنا نفس الكمية نفسها تعمل إكزاكتلي. هيدا واحد. الشغلة الثانية تناول الألياف بيعلي الميتابوليزم. المأكولات اللي بتحتوي ألياف الجسم بحاول يقصها وبالنتيجة ما رح يقدر. سو عم يعمل كتير أفورت عم يشتغل ليكون عم يقصها. فمشان هيك هون بتعلي الميتابوليزم. رح ناخد اتصال قبل ما نكفي حديثنا. ألو. ألو. بونجور. بونجور. مين معنا؟ معك رين. رين. شو سؤالك؟ بس بدي أسأل مدام رندا. في معلومة إنه البوميلو الفواكه الوحيدة اللي بتقشط السكري، وأنا جوزي معه سكري وكل يوم بياكل وحدة أو اثنين على أساس على هالمعلومة. خايفة غلط. اوكي خلينا نتاكد لكن اذا هالمعلومه صحيحه. هلا مدام رنا، اول شيء اكيد البوميلو منا ما بتوضي سحر يعني هذا. يعني يا ريت كنا استعملناها بدل اكله، هي طيبه وبتسلي. هلا على الاكيد هي فاكهه كثير منيحه، بس هي من سيترس فروتس اللي هن الحمضيات. فهي بتشتغل مثل الحمضيات الباقي، يعني مثل الليموني ومثل الجريب فروت ومثل الماندارين اما التاجرين الافندي. هلا نحن هون اكيد لانه فيهم الالياف هن بيساعدوا كمان على يرجلجوا مستوى السكر بالدم، ولكن البوميلو قديش نحن بحاجه لها؟ مريض السكري وقت انا اطلب منه ياكل حصتين من الفواكه بالانهار، بنتذكر انه الحصه هي بحجم الليمونه الصغيره. هلا البوميلو اذا قشرناها وطلعت حجمها هيك من قد ليمونتين، يعني هون اكلنا حصتين، ولكن اوقات نحن بنجيبها كثير كبيره. هي عاده اكبر. هي عادة أكبر. فوقتها تكون أكبر هي عم تعطينا تقريبا 3 حصص من الفواكه. فبنا ننتبه هي عم تعطي 3 حصص من الفواكه. بس إذا ما يعني إذا عم نحسب كسكر، كسكر كنشا، هذا اللي بدي اقوله. عم تعطيني سكر ونشا. انا وقت ليش بدي اقول حصه؟ انا مش عم بحكي حصه ككالوري. انا عم بحكي كسكر. هون لسؤال السكر هو قديش بتحتوي كسكر. كثير منيحه بس مش هي اللي بتوطي السكري، هي من الاكلات اللي كثير منيح لمريض السكري. المطلوب انه واحد ياكل حصتين مش اكثر من هيك، 3 ماكسيموم، يعني وحده بوميلو بالنهار اكيد بزياده، عشرت ما يكون اكل فواكه غيرها. حصه البوميلو شيء 3 تحزيز؟ 3 أو 4. مظبوط. تتعرف سؤال حلو ذو، لأنه حتى في كتير حكمة بعدهم بخافوا من الليمون لمريض السكري. وأنا أول ما يجي مريض السكري لعندي بقول انتبه لازم تاكل ليمون، لازم تاكل مشمش. بصير أنه لا بلا، أكيد كتير منيحة الحمضيات لمريض السكري، ولكن مثل ما بنحكي تينا دايما الكمية. نعم. نرجع على الجزر. رح نجي على الجزر نحكي لمريض السكري كمان. هلا الجزره نحن عم نحكي على الجزره المتوسطه. هي بتحتوي 30 وحده حراريه اذا حدا حابب يعرف قديش فيها كالوريز. هلا هيدي الجزره هل فيها نشا؟ طبعا بالجزره في 7 جرامات نشا. شوفي كيف رح اقسمهم انا وانت ونشوف نتيجتها. 7 جرامات نشا منها جرامين هن الياف. الجرامين الالياف مش ممكن يتحولوا لسكر. فاذا هول شلناهم حذفناهم درجة 5 هيدي.
فضل عندنا 5 جرامات من النشويات. هلا الخمس جرامات نحن اذا بدنا نشوفهم منهم شيء كثير شو بيعادلوا شو 5 جرامات؟ بيعادلوا يعني بشيتين فواكه او خضره لنقول اذا بالتفاحه بيعادلوا تقريبا اقل من نصها للتفاحه. اوكي فمش غلط مريض السكر انه ياخذهم، بالعكس بده ياخذهم لانه رح احكي عنده فوائد كثير كبيره. نعم. ولكن قديش الكميه اللي بده ياخذها؟ انا دائما جزره بالنهار لمريض السكري بعتبرها فري، يعني انت اكل كل اكلك جزره وما تحسب لحسابها. نعم. ومش انه اذا اكل جزره رح يا للسكر، لا، دائما وقت يكون في عندي اكله نوع اكل فيه الياف يعني جلايسيميك لود تبعه منه عالي فاكيد مريض السكري فيكون عم ياكله. اوكي. وهي اتس ريكومندد حتى لمرضى السكري واتس ريكومندد لمرضى القلب كمان. بس لما تعطوا شخص دايت ينزل وزنه، نعم، بتعطوه جزر؟ أنا بعطي جزر. بتعطي جزر؟ لا، رح أقول لك ليش تينا، هيني كثير جزرة حلوة، يعني بتعطي ساتسفاكشن بطعمة الحلو. نعم. فبالفعل وقتها أو بالرجيم لوحد يضعف أو مريض السكري بتعطيه جزرة بينبسط بالسكر فيها وبتكوني وفرت عليه. نعم. يروح ياخذ سكر من محل. إذا الواحد بده ياخذها كسناك بين الوقعات قد في ياخذ كمية؟ هلا هون بنرجع للأشخاص، برجع بقول إنه مريض السكري إذا بده ياخذها سناك. نعم. بده يعرف إنه مثلا أنا إذا اليوم أخذت جزرتين كسناك هولي بدل ما أنا لو أخذت 2 توست وعليهم ملعقتين اللبنة. هو اليوم بده يقرر أنه نهار بده يأخذها سناك، نهار بده يأخذ سناك تاني. نعم. أو في يأخذها بدل السناك الأكسترا اللي معقول نعطيها كقطعة فواكه تالتي. فهيدا الأفريج هني جزرتين متوسطين. نعم. هلا كمان بيجي عندنا سؤال اليوم بشلي طالي وقت بدي احكي اذا انطبخت او ما انطبخت. بس قبلها نحن بنحكي على الجزر واهميته بالموانع التاكسد. اهم مانع تاكسد بنعرف نحن انه هو البيتا كاروتين. نعم. فيه وحكينا هذيك المره باهميته لانه هو بيساعد بتحول لفيتامين اي، بيساعد الريتينا اما شبكه العين لتساعدنا انه نقشع بالليل، يعني فبتحارب نايت بلايندنس. هيدا من ناحية. بس كمان في شيء اسمه فالكارينول. هيدي كمان من موانع التأكسد اللي كتير مهمة، اللي هي موجودة بكتير قليل من المأكولات، مشان هيك نحن ما بنذكرها كتير، ولكن هي موجودة بالكاروت. طيب تبين انه بنرجع بنحكي الأبحاث عمين بنعملها أكتر شيء على الفيران. فتبين انه الفيران اللي هن بنحط لهم بالقليلة 4 مرات، يعني الكمية اللي نحن بناخد 4 جزرات بالجمعة من الكاروت، الفالكارينول اللي فيها بينت انه هي بتوطي انه يصير معهم حوادث امراض سرطانيه بنسبه الثلث. فاذا هي ماده كثير مهمه لتكون عم تحمي الجسم من الامراض السرطانيه. هلا هون بيجي السؤال كمان حبيت احكي عنه لانه بيجي السؤال طب بركي اذا طبختها للجزره احسن او اذا ما اذا ني احسن. هلا في تفرق. في فوائد لهي فوائد لهي طبعا، بس بالنسبه للفالكارينول اذا انا بطبخ الجزر بيفقد منه 30%، منا كمية كبيرة لأنه إحنا بالنتيجة وقت نكون عم نسلق الجزر ما رح ناكل جزرة. نعم. رح ناكل جزرتين فبيكون رجع وصلنا حقنا. لكن إذا أنا قصيت الجزر مثل ما كتير العالم بيعملوا حتى يكون عم يستوي بسرعة. نعم. فبتقصيه وبعدين بتغلي بيفقد 60% من الفالكارينو. بيخسر أكتر. بيخسر كتير أكتر. هون عم نحكي سلق. هون إذا رح يروح بالماء. مزبوط. بس إذا بطبخة. إذا بطبخها نحن عم لا لأنه بدنا نرجع ناخذها بالنتيجة. ودائما بالسلق إذا فينا نسلق ونترك هالمي نستعمله. نعم. براس لشيء تاني بيكون أكيد كتير عم نستفيد اكزاكتلي. نعم. فهون فينا نكون عم نسلقها. هيدا الجزر هيدا الجزر عم نسلقه مش عم يخلص. بس انا بس بدي اقول شيء بعد على الفالكارينول لانه شغله مهضومه، هي نحن كيف بنحط للباستيسايدز اللي بنقتل طفيليات المبيدات. هيدا مبيد طبيعي هو موجود بقلب الجزره. حلو. حتى ما يجي الفانجس على الخضار تبعه ويكون عم ياذيها للجزره، فهو طبيعي واكيد ما بياذينا، هو كثير مهم لانه. ثانك يو رندا للمعلومات. رح اشوفك بكره لكن موضوع جديد. الله يرضى. رح ناخذ وقفه مشاهدينا وبنرجع من كافي معكم.